حد قريب يخش. عاشر مره اقول الكلام ده، حرام عليكم طهقتوني في عيشتي. المتوفيين من باب المسرحه، افهموني بقى، حرام عليكم. محمد سمير احمد، كسر في عظام الفخدين. الحمد لله. اجري يا واد. مبروك يا اختي. علي حمدي السيد، كسر في عمود الفقري والاطراف. قولوا منين لو سمحت؟ باب السبالة الثاني يا اخويا، باب السبالة الثاني. ماهر عبد السيد، شارع المصري. طارق عبد العزيز الاحمر، شارع أهلا مهلك يا أخوي، نورت بيتك يا سماء. أهلا مهلك يا حبيبي، اسم الله عليك. بالراحة بالراحة. وصل وصل. أيوه، عايز حاجة تانية خلص عليها؟ ما نجيبكوش في حاجة وحشة. سلام أخوي. سلام. يا حبيبتي بقول لك ايه، بس بقى بس يا اختي بقى، انا اروح اسلق له فرخه كده يشرب شربتها ترم عضمه. مش نكديه وليه بقى، راح روح معدي رجل كان خارج على رجلي. امر الله يا اختي، امر الله، احمدي الرب. لا سحب قيل. خدي الغيره. نورت بيتك يا غالي. نورت بيتك يا حبيبي. يا ماهر، مالك ساكت كده ليه من ساعة ما شفتك؟ عيط يا اخوي، انت خلاص بقيت في بيتك، عيط. اشكر ربنا على كل شيء. امال نشكر الرب على كل حاجة. عيط يا ماهر، ده العياط فرق. عيط يا حبيبي. الهيب كتجيب عليك يا سعدي. عليك يا مان، ما تقولش كده. انا اخدمك بعناية يا حبيبي، ده نركع ركبي واغتمك. انت يا ما شفتنا انا وعيالك، اهو نتعكز على بعض لحد ما الرب يطلع. الطبق ده شاله الافندي. ما كده عليك سبع شيل. حوالي خمسه بس، وبعدين انت ناسي ان هو شال الدور اللي فات. ما تتكلمناش معاكوا بقى ولا ايه؟ صح. عليه خمسه وانا اتنين. ايوه كده. قول لي بقى، انت مش ناوي تروح تزور حماك ماهر؟ يا عم انا لسه جاي من عنده من المستشفى. بس خلي بالك، الموضوع ده فيه سبوبه وتعويض لحماك حلو. يعني صلح الدنيا معاه اليومين دول عشان ينوبك من الحب جاي. يبقى انا قلت لك. يابا الحكومة هتدي ايه غير ملاليك؟ يا ابني لا، ده تعويض فوري 5000 جنيه غير قضية التعويض اللي ارفعها المحامي. 5000 جنيه؟ قلبتلي دماغي. اجيلك بالليل يا الاحسن. ايوه. سلام. 10 10 ايه؟ يا رب العالمين، يا رب العشرة. يا عم بركة، يا حاج بركة، يا عم بركة. ايوه ايه عم بركة موجود؟ لا والله مش موجود. اي خدمة؟ انا عايزه في شغل ضروري. طب ما تطلع. طه من هنا؟ ايوه. خش خش يا عم الريس. بنتي تاهت وانا بسرح في الحتة بتاعتكم دي، واولاد الحلال قالوا لي روح لعم بركة وهو هينفلك عليها بالميكروفون. يا اولاد الحلال، بنت عندها 10 سنين ضيقة صبرة وشعرها اسود. لابسه ايه؟ فستان بني مقطع من على السين. ولابسه فستان بني مقطع من عند السين. ولابسه في السين. ولابسه في السين. طب احمد ربنا انها تقعد. قول له يا ابويا وديع عند جامع الحاره، وقول له يا ابني قول شباب عند الله وراه. جيت من على القهوه بدري، يعني مش عادتك. انا ما رحتش القهوه، انا كنت في الكنيسه قاعد شويه مع ابونا. صعبان عليا عم ماهر قوي يا ناديه، وقلت لازم اصلح. وقال لك ايه؟ قال لي الحلفان باطل وادخل بيت حماتك. صحيح؟ ايدك ابوسها يا صبحي.
ألف حمد وشكر ليك يا رب. يعني ينفع أروح له؟ آه روحي لهم يا نادية وخدي 20 جنيه هم، هات لهم شوية برتقان على شوية موز وحاولي تروق الجو وتقربي المسافات. ربنا يبارك لك يا صبحي ما يوقعك في دقيقة أبدا طول العمر اللي أنت عايشه. يلا يا بت، يلا يا ولاد، يلا يا واد، اصحى يا بت، يلا يا ولاد، اصحى يا بت، يلا عشان نروح عند ستكم وجدتكم. يلا ربنا يبارك لك يا صبحي. الله يخليك يا نادية، ده أقل واجب. يلا حبايبي، يلا حبايبي، يلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. صلوا على حضرة النبي. قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، درسنا اليوم عن طب معلش يا اخوانا نكمل بكره ان شاء الله، ده لو لينا عمر عشان انا النهارده تعبان شويه. السلام عليكم. السلام استاذ سلام. الله يسلمك. السلام زينب. زينب انت يا زينب؟ ايوه يا اخوي، ايوه خير. الراجل اللي كان بيسجل لي بيراقبني، ده مش وراه لغايه هنا. وعاوز منك ايه؟ انا عارف انت رخره، روح بص عليه من البلكونه هتلاقيه لابس قميص بيج وبنطلون اسود، هتعرفيه على طول لانه غريب عن الحته. حاضر يا اخوي. حاضر. استر يلا، استر استر يا رب، استر يا رب. مفيش حد يا حاج واقف تحت. يبقى مشي. حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش عارف هم عايزين مني إيه. أنا ما بقولش حاجة غلط لحق أي حد، ده أنا بقول قال الله وقال الرسول، وبوجه الناس للصواب وبحثهم عن فضيلة وبحذرهم من الخطأ والخطيئة. فيها حاجة دي يا أخي؟ ما تكبرش الموضوع قوي كده. هو حد كلمك في حاجة؟ لا ما حدش أصل دول ما بيتكلموش يا زينة، ما بيتكلموش، دول بيعملوا على طول. طب هما يعني مانعين حد يتكلم في الدين؟ فهمني يا اخويا. افهمك ازاي بس وانا نفسي مش فاهم؟ طب اقول لك ايه، الحمد لله الجوامع ماليه مصر، ما تروح كده تشوف اي جامع تاني. شوف جامع تاني؟ انت ايه اللي بتقوليه ده؟ مقاطين بسكاتك يا زينب، ده كلام تقوليه برضو؟ ما لازم اقول لك ايه بس يا حاج؟ ما تقوليش، اسكتي خالص. انا هدخل اقرا سوره البقره وادعي ربنا انه يبعد عني الاذى. جاهزين؟ ها؟ جاهزين تمام. يلا شو جاهز؟ يا سمسم جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. يلا بينا. يلا مش مهم. وربنا المعبود احلى من البيت والسوق. بقول لك ايه يا شو؟ وربنا المعبود. ريحها كده، قعدها تمام؟ يلا بينا. خليها معانا. خش يلا. وربنا المعبود أحلى من البيت والسوق.
راح فين انتوا؟ انا داخله لشوقي. شوقي مين؟ واحد بيغني هنا. ما حد ساب خبر ان في حد جاي. انا ساكنه مع شوقي في الحته. يا ستي ما فيش حد هنا اسمه شوقي. استنى مساء. عارفه يا بنتي لو كنت بتكدبي؟ ولا اكدب عليك ليه يا اختي؟ الواد بيصدقها هو اللي قال لي ما تكلمي في الموبايل. بقاله 5 شهور مقفل الموبايل. ما انا مش عارف اخر كلمتك عليه دي ايه. بيحبني. مش باني يا حبيبتي. بيحبني انا عارفه بس هو مستعر مني. ما فيش حد هنا اسمه شوقي. ليه لسه ما جاش؟ ما اعرفش. اتفضلوا بقى. ماشي. استني الواد بيسا بيحلف لو بيغني هنا. بيسا ده عبيط زيك. يلا يا اختي. بقولك يا غالي زي ما قلت لك جوه بقى البنات دي لو جت هنا تاني لهم ان مفيش شوقي من اساسه بيجي هنا. اتفقنا؟ ماشي يا استاذ شوقي. اوعى تنسى. حاضر. لا خلاص بقى. لا صباح الفل. ماشي صباح الفل. وربنا المعبود احلى من البيت والسوق. تمام دي هتشمت شويه بقى. مش قلتلكم الواد ده هيكسر الدنيا؟ عندك حق. قلت لك انا ده انا هنزل له قفيشات تغرق شوارع مصر. عيش عايزك تفرتك الحضر. ايش يا بارك؟ ايش اشرب يا بركه اشرب. عيش يا عمهم. التعميره دي تقيل قوي. اللي بايعها اصله تقيل قوي. قاعد قدامك اهو عايز يموتنا. عيب عليك يا اسطى. دي حته بلدي طلعت اجيال تموت مين؟ تخاف ليه؟ اشرب. موت انت بس وانا موجود. انا سمعت ان الواد ابنك جاب كمبيوتر. ازاي الصبح يشتغل في الفراشه وبالليل يقعد على الكمبيوتر؟ مش دي حاجه تلخبط الكمبيوتر؟ لا ايه؟ الكلب بيكلم نسوان على الكمبيوتر ده عجب. نسوان ما كانتش على ايامنا. ايه نسوان ما كانتش؟ نسوان طول عمرها هي نسوان يا عم بركه. احنا اللي بنتغير. طب بالمناسبه بقى انت مش ناوي تعملها تاني؟ لا حبيبي انا حلوه قوي كده مش ناقص. اشرب يا اسطى خلينا في الحجرين نوسع الافق ونمط الخيال. عيش. انا كفايه كده انا مش مظبوط. بعدين خايف اروح الاقي الواد جمال لسه صح. انا ما احبش انه يشوفني كده. لازم ابقى مظبوط قدامه. والتعميله دي جامده قوي يا عم. لسه ما شدناش خالص الطقم ده. انت شايف كده؟ لا كده. ماشي يا بركه. ماشي خش عليه والنبي يا عم. ما تمسك نفسك يا نجم احنا في الحاره. سيبني يا عم انت تمسكني في منطقتي. اه على طول بقول لك انت صوتك عالي قوي اليومين دول يا نيغ. ايه في ايه؟ لو ابويا عرشنا يا بيت هيموتني. ابوك ايه يا عم؟ انا هخلع. السلام عليكم. زوغ انت. بكره بقى. ها؟ ماشي. يا بولبر انا مش مظبوط وعايز افوق قبل ما الواد يجي. اعمل ايه؟ شربت قهوه. تعميره زفت على دماغك. سلام سلام جمال. ماشي استر يا رب. تعال يا جمال. انا قاعد مع اصحابي ليه؟ لا والله يا ابو مفيش حاجه. مفيش حاجه. طب خش نام ولو عاوز تقعد شوية ماشي. لا لا أنا مش جعان أوي. أنا رحت مع أصحاب السيما. طيب كل وغير هدومك ونام. أنا كويس. لا الجو مش حر خالص أوي. خلاص يبقى يوم الأربعاء اللي جاي. أنا قلت له إيه؟ والله ما أنا فاهم.
عبد الله. ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ وايه اللي عادي؟ بقول لك امي مش هنا يا بنت. بس خش مش اخش فين يا عبد الله؟ يا بنت خش يا بنت، امي مش هنا يا بنت. بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفية؟ ربنا رزق، هقعد اعمل ايه؟ ادعيلي يا اختي والنبي ادعيلي. صح، الظهر عايز يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفية. روحي يا ولية. وش واحدة نايمة يا بنت؟ ده وش واحدة نايمة؟ هاي يا امال، امال يعني كنت فين؟ من هنا يا بنت. من هنا يا امال، مفيش حد. طيب يا بنت مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بنت؟ مفيش حد يا امال، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد يا امال، مفيش حد. مفيش حد ازاي؟ اهو. طيب يا بنت تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي. مش قربت تصبري؟ طالي يا روحي. والله يا خالتي ما في حاجه حصلت، وربنا ما في حاجه حصلت. هتتدبلي هتتدبلي يا بنت. يا حبيبتي ابويا يا ماما، مش هتدبلي يا ماما، مش هتدبلي يا ماما. ده انا حاطه مراقبتك ومراقبتها. يا ماما ده ما حصلش حاجه، مفيش حاجه حصلت. اطلع بره، اطلع بره، مش هشوف وشك، مشي بره، اطلع بره. يا جدعان ما حصلش حاجه، مفيش حاجه حصلت. روح لامك، يا تنبيه يا تنبيه. هتقولك تتخيني وشك وطي راسي في الحر مريمش يا ولا لا مريمش. شو انت صوت، وانت صوت صوت الطعش انت ليه عليها عشان اللي ملك العطل ومشي عشان افطرك واخلص. مش عارف سدي نفسك يا مالك راسي. صوتك ما يطلعش يا بنت اللي قتلك، صوتك ما يطلعش. لا حرام، المفروض الجوازة دي ضهر ضربة دخلت شر. خلاصي خلاصي والله يا اما، زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. والله هو ده اللي حصل، ما حصلش اكتر من كده. والله لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك. ايه واد اللي دخلك اوضتهم وامها مش موجوده؟ كنت عايز اقول لها حاجه. يا سلام، عايز تقول لها حاجه؟ طب استلقى بقى اللي هيجرالك. خد شوف عبد الله. تعالي يا صفيه، امشي اطلع بره يا واطي، امشي. قلبي وربي غضبانين عليك، امشي. تعالي يا اختي، تعالي اقعدي. بصي خالتي، بصي بقى، الدبه اللي جابها محروس ابنك اهي، ما تلزمنيش. جينا بقى للقرف. ليه يا اختي؟ خلاص الواد طلع بره، وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف. نعم. قولي يا خالتي عايزه ايه؟ ابننا بقى اللي هيخش النار، والدلعادي بنتك اللي هتخش الجنه. يعني ايه يا خالتي؟ يعني ايه؟ يعني غلطه وراحت لحالها ما قلناش حاجه، لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا يعني زي ما تقولي مخطوبين. جرالك ايه يا صفيه؟ جرالك ايه يا اختي؟ ما تشهلي بقى واستطري البيت، خلينا نخلص. يا لهوي، وهو انا محدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي؟ طب ما يلا يا اختي قربي البعيد. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خلاص، احنا ندخلهم الجمعه الجايه. ندخلهم فين بس؟ يدخلوا فين دول؟ يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم. يلا يا اختي، ربي يا خايبه للغايبه، بكره تترمي رميتي دي، هم يتلخموا في عيالهم، وانت بقى دوري على اللي يسال عليكي. يعني عاجبك يلو دراعنا كده؟ سميها بقى زي ما تسميها، المهم الاسبوع الجاي نكتب واللي من وراه يخشوا. يخشوا يخشوا يغوروا من خلقتي، يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز. وصلي صلي صلي والنبي صلي صلي عاد نبي صلي صلي واتزحرج واجري وتعالى على حجري يا رماعه ويا رمانه وحدي. ايوه كده يا اما. شانك ترى 100,000 مرة قلت لك خش من غير ولا كلمة، ما انا عارف انه شاي. حد قال لك انه ملوخية؟ معلش يا دكتور، المعلم تعبان قوي وبقاله يومين ما نزلش من البيت وقال لي اقول لك. بقول لك حط لسانك في بقك واطلع بره. حاضر يا دكتور. اجيب لك حاجه دكتور تامر؟ لا متشكر يا سندينا، مش عايز. في حاجه يا بابا؟ الناس مهدود حيلها والاكل بقى ما بيمريش عليها.
الراجل من دول لما يوصل لسن 50 سنة يبقى ملوش لازمة. ده انا اعرف واحد صاحبي لمؤاخذة يعني ما كانش ياخد الحباية المنشطة دي ما يقدرش يسد على بيت. يا بابا حضرتك دكتور وعارف ان مفيش اي علاقة بين الدواء المنشط ده وبين اللي هو عايزه. تهيألك. تهيألي؟ يا بابا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. الدواء المنشط ده نزل جدول واستعماله كتير بيوصل للادمان، ثم ان في ناس كتير مرضى قوي محتاجين له اكتر من الناس اللي بتقول عليهم دول، والا وزاره الصحه ما كانتش نزلته جدول. بصراحه بابا انا مستغرب من المناقشه في الموضوع ده. ايه حكايتك معايا؟ هو انت كل ما تيجي تقعد معايا يا اخي تديني محاضره؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش قادر افهمك والله. ما تقوم يا عم تشوف شغلك ولا تروح كليتك ولا تقرا لك حاجه. الله، انت جاي تشتغل انا هنا هتعمل معايا ايه بس؟ اسيب لك المسخانه وامشي؟ اعمل فيها اللي يعجبك ان شاء الله تحرقها. يا رب تتحرق، يا رب تولع. سلام. امال سألت الواد عليك قال لي لسه ما نزلش من البيت. انا لسه ما نزلتش، مش عارف انا طول تعبان جسمي كله كده حاطط. معرفش انا نمت امبارح ولا ما نمتش. لا لا حلو، خد يا اخوي خد ده خليك زي الحصان امسك. ايوه انت الله يكرم اصلك اهو كده كده الواحد ترجع الدموية في وشه تاني. انت ليك عندي فلوس ولا قبضت مع العيال الصراعيه امبارح؟ يا سيدي ما تشيلش هم، انت اقول لك فلوس انا شايلك للكبيره. وصيلي بس على شاي. سندينا شاي وصاير الدكتور. حاضر يا معلم. اتفضل سكت. يلا اتكل على الله. اهي اهي يلا خلاص شيلي امسك. ها خد يا عم شيلي شيلي اتكل على الله. يلا يلا يا ست الجنيه ده قديم يا عم. قديم قديم هو احنا بنديها ميه قديمه يعني؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ماشي ماشي قاتل. ايه الشباب ايه ده؟ في ايه؟ انا محتاج اقعد معاك انت والاخ ده شويه ممكن؟ ليه في حاجه ولا ايه؟ ما تخلص يا عم حفظ، انت هتقف ترغي ولا ايه؟ يا عم استنى بس، في حاجه يا باشا ولا لا؟ لا 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 مستنيكوا في القهوه يا جماعه. ماشي. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ هو المايه فيها حاجه ولا ايه؟ ما طول عمرها فيها حاجه. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ببيع مايه حفظي. في ايه؟ تعالى تعالى نشوف. خلي بالك انا بره من العربيه بسرعه. تعالى القهوه بيه. شكرا. الاستاذ حمزه بينقي رجالته بعنايه شديده جدا، بالذات لما عرف ان انتوا بتقدموا خدمات جديده لاهل الحاره. احنا بنقدم خدمات للحاره يا حفظي؟ عمرنا ما عملنا كده. الله الله على التفاني والتضحيه. هو انتوا يا جماعه لما بتقدموا ميه حلوه والناس تشرب ميه حلوه مش دي خدمه؟ ايوه بس احنا بناخد فلوس على كده. وايه المانع يا سيدي؟ امام الجامع بياخد فلوس. انتوا يا جماعه مش عارفين قيمه العمل اللي بتعملوه. طب هو الاستاذ حمزه ده ولا مؤاخذه يعني بيشتغل ايه؟ استاذ حمزه عنده شركه مساكن سابقه التجهيز. يعني ايه مساكن سابقه التجهيز؟ يعني مساكن اتسكنت قبل ما تتبني. الله الله على الوعي. ايه ده؟ مش جاي؟ رايحين السنترال نكلم ابوك. لا روح انتوا سلمون عليه. يا واد ما تقوم، قامت قيامتك. اتكل على الله ياما دلوقتي. حاضر كتك القرف. يلا. يعني من الاخر كده الاستاذ حمزه عايزنا في ايه؟ الاستاذ حمزه نازل انتخابات مجلس الشعب في الدايره عندكم وعايزكم تقفوا معاه. طبعا ده بمقابل مادي كبير. ويا سلام بقى لو نجح في مجلس الشعب هتبقى امكم ده عيالكم. يا من ناحيه الدعاء في شك، انما ماشي شغال ولا ايه يا بلال؟ انا بصراحه مش فاهم حاجه خالص. لما تقابلوا حمزه بيها تعرفوا كل حاجه. المهم الدعايه الانتخابيه هتبتدي من بكره. طب مين بقى اللي هيبيع المايه في الحاره؟ يا جماعه يا جماعه المايه دي اي حد يشتغلها. اي حد يشتغلها ازاي؟ ده اكل عيشني. حمزه بيه بعت لكم هديه تعارف، دي حاجه كده بسيطه يعني 1000 جنيه. على فكره المايه دي شغله اي حد. ده انت طلعت ميه من تحت تبن يا بنت. هم البنات في الحاره دول بنات؟ تصلي غلبانه مش دريانه. لو النبي صحيح اعملهم على ايه يا ولد؟ تعالى شوفي النسوان اللي عملت. نسوان على حق. وانت بقى تعالى شوف الصور اللي في اوضتي. ايه شباب ايه وجمال ايه واجسام كلها عضلات، حاجه تملى العين كده. ايه هو ده؟ احنا مش اتفقنا تشيل الصور اللي عندك دي؟ لما تشيل انت بقى النت اللي عندك والنسوان اللي عليه. انت
التليفون في ايه؟ ماشي يا صباح، هكلمك تاني. خفتي يا اختي اللوكلوك لابوك يتصل. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. اهلا بيك يا اخو. كان حضرتك قد ايه؟ معلقه واحده. كتر خيرك. ده البيت نور. منور بقى الناس يا حبيبتي. كتر خير. اتفضل يا حبيبتي. تسلم ايديك يا حبيبتي. شكرا. اشكر ربك يا مهندس انها جت على قد كده. يعني هنشكر من غيره. النصيب. الحمد لله. كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا دي. وعيش يا بنتك عامله ايه؟ الحمد لله يا اختي. سالت عليك العافيه. وشوقي ده انا بقالي كتير ما بشوفوش. لا اصل شوقي لا شغلانه متعبه قوي ده، احنا نفسنا ما بنشوفوش الا كل فين وفين. ربنا يكرمه. استغفر الله العظيم. بامانه الله هو ولد ابن حلال وفي حاله. يعني هيطلع لمين غير لابوه؟ وهم بقى مقدس هيصرفوا لك تعويض ولا هيطنشوا؟ بصراحه يا استاذ تمام، يوم الحكومه بسنه، من ساعه ما حصل اللي حصل ده ما صرفوش غير 5000. كتر خيرهم، اللي يجي منهم احسن منهم. الا قولي لي يا اختي، عادل ابنك بقاله مده مسافر، مفيش اي اخبار عنه؟ هنعوض عند ربنا، هو دريان ده حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهديه ويهدينا يا رب. اسكتي يا اختي على شو. يلا يا زينب. الله، ما انت قاعد يا استاذ تمام. احنا قلنا نيجي نطمن عليك، قدر الله ما شاء فعل يا اخوي. يلا يا زينب. انتوا لسه ما شربتوش الشاي؟ لا انا شربته الحمد لله. يلا كتر خيرك يا اختي. يلا سلام عليك، فوتي بعافيه. خير يا مساء. الله يعطيك فوتك بعافيه. هنا البركه. يا عيني عليك يا سعديه وعلى اللي جرالك. يا بنت اجري شويه، ايدك اتبلت. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذ تمام؟ اهلا يا صبحي، بركه انك جيت تشوف حماد. الواجب بقى هنعمل ايه؟ طول عمرك صاحب واجب يا اخويا. بارك يا اخويا انك انت برضو جيت تشوف حماك. الناس الكبار دول ما يتعوضوش ابدا. طبعا يا خالتي نشكر ربنا على اي حاجه. ما نجيلكمش في حاجه وحشه. يلا يا بت. والله ما في اوحش منه على فكره. الواد صبحي ده مش تمام، بيقعد طول النهار على القهوه وبيلعب قمار. يخيبه بيلعب قمار؟ بس الواد ده كان كويس قوي يا حاج. ولا كويس ولا حاجه، طول عمره مقرف ومطلع عين البنت ناديه. ده حتى الراجل الكبير يا وداه تعبان قوي بسببهم. يا مطلع يا عيني عليك يا سعديه وعلى حظك المهب. الواد الكبير بقى له 20 سنه وطفشان منها، والبنت المتنيله على عينيها دي بقى قلبها قاسي من ساعه ما اتجوزت. نسيت ابوها وامها. ده القرف بتاع العيال دول. يا ساتر يا رب. العيال كده جايبين التعب لاهاليهم. يلا نعرف ايه العيال اللي طالعه دي. وطي صوتك. كان في راس انا حطيتها هنا. والنبي يا اخويا ما اعرف. يعني عفريت دخل فتح الدرج وخد الراس وسفها. بلاش عرفني، اسال تامر. وتامر ايه اللي دخله اوضتي وفتش حاجتي ليه؟ ما طول عمره بيدخل الاوضه وانا همنعه يعني؟ تمنعيه يفتش في حاجتي ليه؟ ازاي من غير اذني؟ ما خلاص يا عطيه، في ايه مالك يا اخويا محبكها كده ليه؟ انا لا محبكها ولا عاملها، انا نازل. تعالى هنا. رايح فين؟ هقفل الاجزخانه واروح اعزف واحد مات في الحاره. نهار اسود على الحاره. هو انا كل ما واحد هيموت في الحاره هتقفل؟ واجب. ورغم هذا ما قفلناش، البيت فاتحها. عن اذنك هات لي معاك برقوق. دكتور معلش انا اسف، انا مضطر اقفل عشان عايز اروح. انت عايز حاجه مهمه؟ عايز يا دكتور عزيز بليمون، ما نمتش الجسم تعبنا قوي. طيب تحب يعني اجيب لك حاجه للصداع؟ بقول لك بقالي بيت ما نمتش، جسمي واجعني قوي. طيب خلاص خلاص، انا هجيب لك حاجه للصداع بس اكسترا. اكسترا ايه بس؟ وانت فاكرني ايه؟ فاكرني في عندي لابس جرافطه؟ انا مش فاهم، امال انت عايز بالظبط؟ عايز مهدئ كده منشط بتاع الايام دي. ايوه بس ده هيبقى محتاج لروشيتا. روشيتي في ايه؟ انت رايح عليك جديد هنا؟ امال فين الكبير اللي هنا ده؟ يا عم عطيه، يا عم عطيه. دكتور عطيه مش هنا. الله 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 الله، دي اللغه اللي بتنا ولا ايه؟ والله دي اللغه بتاعتي، ولو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب البوليس. بوليس؟ طالما بوليس بوليس بقى. طب خلاص.